مشاهدينا مرحبا بكم معنا في عدد جديد من 45 دقيقة. 60% من المغاربة كيفضلوا السكن المشترك بحسب معطيات وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة. وبالرغم من هذه الرغبة في العيش في السكن المشترك، إلا أن الواقع كيكشف مجموعة من المشاكل في الأماكن اللي كيجري فيها العيش المشترك، واللي كتوزع بين السكن الاقتصادي والسكن المتوسط والسكن الفاخر. الزبل تقدر تطلع في الدروج وتلقى الزبل حاطينه في الدروج. وهذا السيد هذا الجمع العام ديالو تيديرو مع الأنصار ديالو، كيحضروا الأنصار ديالو كيدير جمع عام تيصفقوا تيمشيو فحالهم. وتتكون سرقة عندنا مع الحد الآن، باقي ما ضبطناش شكون تيسرق. راه إلا تفرقعت علينا شي بوطة ولا لا شوديه راه كنحملوا المسؤولية للجماعة. يعني أنا تما تعرضت من نوع من بحال تخويف ترهيب. وكاين شحفونا وداو السكن، شحفونا في الاخر ديت لهم السوار. كاين عدد كبير ديال الناس اللي كتسكن في سكن مشترك او جماعي وما كتكونش عارفه ما لها وما عليها. كان طاحوا شي اتربه في السطح وطاحوا على المحلات هنا ولا بعض الطبالي. انا شحال مره كتم يعني سواء المراه ولا الراجل الكبار كيزلقوا هنا. خصك تعرف بان هذا المشكل ديال الملكيه المشتركه كان سبب في الطلاق كثير. لكل طرف من هاد الأطراف اللي غادي نشاهدوا قصة، وكل قصة كتختلف على الأخرى، لكن كيبقى القاسم المشترك بينهم هي مشاكل الملكية المشتركة. باش نعرفوا شنو سبب هاد المشاكل اللي كتظهر من خلال السكن المشترك في ظل الملكية المشتركة، وشنو الحلول اللي ممكن تكون لحل هاد المشاكل، شاركنا جل الأطراف، واللي كتبدا من الناس اللي اختاروا شراء عقار في الملكية المشتركة ومع ممثليها السكان وأيضا الجهات المعنية بقطاع السكن بالمغرب دون إغفال استشارة أهل القانون. جدل الملكية المشتركة موضوع حلقة اليوم. في الملكية المشتركة كنلقاو بحال هاد المشاهد وبحال هادي وعلى هاد الشكل، وهي كلها أمور غير مقبولة في الملكية المشتركة. الحديث على هاد الموضوع يقدر يظهر للعديد بأنه موضوع بسيط، لكن فريق برنامج 45 دقيقة تعرض العراقيل أثناء التصوير، ومن ضمنها الاحتجاز والعنف اللفظي في واحدة من الإقامات السكنية بمدينة سلا، وهذه كانت بعض المشاهد اللي وثقتها كاميرا 45 دقيقة. باش نوقفوا اكثر على شنو كيواجهوه عدد من الاشخاص اللي شراو المنازل ديالهم وسط الاقامات السكنيه في ظل الملكيه المشتركه، قصدنا في البدايه وحده من المجموعات السكنيه المتواجده بحي النور بجماعه تمسنا واللي كتصنف ضمن خانه السكن الاقتصادي. الناس اللي تلاقينا بهم قضاو بهذا المكان مده كتزيد على 5 ديال السنوات، وهاد السنوات كانت كافيه باش يكتشفوا خلالها عدد من المشاكل اللي كتعلق بالملكيه المشتركه، كيف ما غادي تحكي لنا هاد السيده. الملكيه المشتركه الصداع، كنعانيو غير من الصداع. كيجي شي حد هكا حيت الملكيه المشتركه راك عارف غير واحد كيهضر هنا الاخر كيسمعوا هنايا، والليل كاين اللي ما حتى الليل عادي يجي الاصلاحات، عادي يجي يخبط، عادي يجي يغوت، عادي يجي يهضر. غير السلوكه كتلقى الدراري طالعين فوق منهم، الجردتين تفوها، حاشاك الزبل تقدر تطلع في الدروج وتلقى الزبل حاطينه في الدروج. هاد السيدة ما هي إلا نموذج لأزيد من 366 ألف شخص شرى سكن في السكن الاقتصادي بالمغرب من سنة 2010 لسنة 2017 بحسب دراسة لوزارة الإسكان والتعمير، واللي جا فيها أيضا بأن أزيد من 212 ألف وحدة سكنية من هاد الصنف ديال السكن ما زالت في طور الإنجاز. يعني هاد المشكل اللي كتعاني منه هاد السيدة يقدروا يكونوا كيعانيوا منه عدد ديال الناس اللي كيسكنوا في الملكية المشتركة بمشاريع السكن الاقتصادي. وهنا سولناها على دور السانديك في حل هاد المشاكل. الساكنه اللي كتحمل المسؤوليه حيت ما كاينش العوين. دابا السانديك بوحدو واخا الله يهضر معاهم، انت ما ترميش الزبن، انت ما تمشيش ديك الجرده، غير شوف الفرق، شوف هادي كيفاش دايره وشوف هادي كيفاش دايره اللي تحت. هادي كيضل هنا داير الوضع مسيطر عليه، اللي هي ما كاينش الاباء ما كاينش، كتنهي كتقول لي حاشاك ما تدير شي حاجه خايبه في الجرده، ما تديرش في الدروج،
كنضلوا ندويو على هذا الشيء، ولا كان السكان ما كاينش العويل، الاباء والامهات ما كاينش العويل، كتحصل ولدو كيدير اليوم حاجه خايبه ملي كتنيه كتمشي عند امه كتقول لك واغي دري صغير سانديك ما غاديش يمشي للعماره لداخل وغي يشوف شنو كيوقع فيها الزبال حاشاك حوايج اخرى كاع. كتهضر مع الاباء اليوم تنهي والغد لي تقول لك راه غير دري صغير. هاد السيد من الناس اللي امتنعوا عن اداء واجب السانديك بحجة عدم معرفة فين كتصرف الفلوس ديالهم. من المشاكل اللي كنت هبطوا بها في المجموعة 10 وهي تسيير ديال الشأن العام والشأن المالي ديال السانديك. هناك خروقات، من أول خروقات أن عندنا 4 أو 5 ديال السانديكات ما عرفناش المردودية ديالهم فين كتمشي، وعندنا تدبير الشأن المالي ما عمرنا جاب لنا شي إعلان وقال لك سيدي هانتو ها شحال عندي في الكونت ديالكم ولا ها شحال خسرت ولا شحال. وهذا السيد هذا الجمع العام ديالو تيديرو مع الأنصار ديالو، كيحضروا الأنصار ديالو كيدير جمع عام تيصفقوا تيمشيو في حالهم صافي راه باغين فلان. وأنا من ضمن الناس اللي ممتنعين على الخلاص. زدنا وسولنا المتحدث على الأسباب الأخرى اللي خلاته يقرر عدم تأدية واجب السانديك. حمل السانديك المسؤولية على كل شيء اللي سيوقع في هذه المجموعة. أنا ممتنع على ود هذه المسائل هذه، لو يؤدي لو يشد معنا الخط ويقاد المسائل ويدير هذه أنا هي الجردة تحت الدار ديالي من نهار اللي سكنت حتى لهذا العام صايبوا الشارع عاد تفوتها للجامعة بس صايبها. يعني لا يعقل، هذه محسوبة على الجروب. ها أنت الجروب من جيته هو مصيب وأنا من جيتي حتى صايبوا الشارع الجامعة العام اللي فات عاد فود ليهم قال ليهم صايبوا معك من ديك البلاصة عاد صايبها عاد دار في هذوك الشجيرات. من بعد ما سمعنا لهذه الشهادات انتقلنا لمكتب السانديك المسؤول على هذه الإقامة، وتصادف تواجدنا مع عقد اجتماع في المكتب لمناقشة مجموعة من المشاكل، وأولها الناس اللي ما كيخلصوش. اللي خلاني نطلب يعطيني كل عمارة يعطيني المتأخرات ديالها، كل عمارة المتأخرات ديالها باش نعرف كل واحد شحال عليه باش نتواصل مع السكان، كل واحد نقول ليه شحال اشنو عليك ونتواصل ونقنعو حبيا باش ندخل المداخيل، لان الاصلاحات ديال المجموعه وقفات ولينا كنخلصوا الكونسوماسيون ديال الضو والشركه ديال النظافه، يعني داكشي الفلوس اللي عندنا يلاه ولاو كيغطيو هذا الشيء. وجهنا سؤالنا لنائبه السانديك لمعرفه السبب اللي خلى عدد من سكان الاقامه يمتنعوا عن تاديه واجب السانديك. من بعد من اللي شافوا الناس الاصلاحات داروا حبس قال لك نقصوا من ديك السومه نقصوا منها، الوغ شنو درنا؟ داروا 30 درهم. ملي درنا 30 درهم حتى دوك اللي كانوا كيعطيو 50 درهم ما بقاوش كيعطيو 30 درهم. علاش؟ قلات الفلوس في الصندوق ديال المجموعه، الصندوق ديال المجموعه قلات منه الفلوس. علاش قلات؟ دوك الناس اللي كانوا ما كيخلصوش مثلا 20 واحد ملي مشينا باش نديرو دعاوي ديال انهم باش يأديو دوك الناس اللي كانوا شحال هادي باش يأديو وما أداوش، وملي مشينا باش نديرو الدعوة طلبت لنا المحامية 1000 درهم غير باش تفتح كل ملف باش تفتح ب1000 درهم. احنا راه بزاف على المجموعة، يعني قلنا ناخذ ديك المسايسة مع الناس اللي ما كيخلصوش يخلصوا بشوية بشوية عليهم. الاخرين ملي شافونا لجأنا للقضاء وما درنا حتى شي حاجة زعموا انهم حتى هما ما يبقاوش يخلصوا. ملي زعموا يعني ملي كانوا عندنا مثلا 20 او 30 راه ولات عندنا 100 واحد ما كيخلصش. كل طرف كيلقي باللوم على الطرف الاخر، وباش نسمعوا لراي محايد توجهنا لعند المستشار القانوني جمال معتوق واللي ليه درايه بالنزاعات المتعلقه بالملكيه المشتركه. خصك تعرف بان هذا المشكل ديال الملكيه المشتركه كان سبب في الطلاق كثير، كان مشكل في التشتات ديال اسر، تشتات اسر بسبب هذه الملكيه المشتركه. كان مشكل ديال الجرائم ترتكبت داخل الاسره بالملكيه بسبب الملكيه المشتركه، الضغط اللي كيدير الملكيه المشتركه. تعرف واحد الانسان تيشتغل حياته كلها خدا واحد القرض او جمع شويه ديال الفلوس ومشى شرا شقه وفرحان بالو قال غادي نستقر، ملي جاي يستقر لقى عنده حياه جهنميه. كيف ما سبق وسمعنا كاينين بعض السكان اللي ما كيأديوش واجب السانديك، وباش نعرفوا شنو كيقول القانون في هذه المساله وجهنا سؤالنا لمخاطبنا بخصوص هذه المساله. هنا القانون ديال الملكيه المشتركه واضح، تيقول لك بان خصك قبل ما نقلب على فلوسي خصني نكون داير الجمعه العامه ديالي وعندي المكتب ديالي وعندي وكيل اتحاد الملاك وراه قيام ضبوطين مزيان. جا شي واحد ما خلصش كنصيفط له انذار الله يكثر خيرك راه تجمعات عليك قده وقده.
ملي ما كيأديش كيدوز واحد الأجل وما كيأديش كنمشي عند رئيس المحكمة في المستعجلات، قاضي المستعجلات، رئيس المحكمة كقاضي للمستعجلات، يعني كياخد القرار في 3 أيام في 4 أيام في أسبوع في 15 يوم على حسب الكم ديال الملفات اللي تيكون عنده، كيعطي كنطلب منه باش يأمر هذاك السيد باش يأدي لي، ملي كنوريه الورق ديالي هو تيخصو يتأكد من أن الوريقات اتحاد الملاك بالمحاضر ديالنا بورقات الحضور بالاستدعاءات بالإنذار باحترام الأجل، تيقول لك مزيان تنصدر الأمر ديالي باش داك فلان يأدي وكيل اتحاد الملاك، كنبلغوه له إلا أدى مزيان، إلا ما أداش كيمكن لنا نديرو حجز بداك المبلغ اللي كنسولوه على نفس الشقة اللي ساكن فيها. سؤالنا هنا هو كيفاش كيجري الحجز على أملاك بعض السكان في حالة ما خلصوش واجب السانديك، وهذه الأملاك كيكون ثمنها أكبر من المبلغ المخصص للسانديك في كل شهر. قلت القانون ما تيفرقش ما بين شحال عندك في الدين، واش 1000 درهم ولا 100 مليون، ولكن هذه طريقة فقط باش تضغط على المدين باش يؤدي الواجب ديالو، ولكن هي غير محفزة بالنسبة لوكيل اتحاد الملاك، حيث هو ما خصوش ندير حج، وكيل اتحاد الملاك خصو الفلوس باش يمكن له يدبر هاد 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 الملكية المشتركة، خاصني باش نخلص هذا وباش نخلص هذا وباش نصوب الضو باش نصوب المسعد باش نصوب السطح باش نصوب البستانة ديالي وباش نخلص الأمن، إذن ما عندي غرض بالحج وباش ندير الحج وباش نمشي نصبع الحج التنفيذي خصني واحد المسطرة وخصني واحد الوقت وخصني واحد المصاريف، إذن ماشي هذا هو اللي غادي يكون ناجع بالنسبة لوكيل اتحاد الملاك. خلال تواجدنا في هذا المشروع السكني تصادفنا مع واحد السيدة اللي عبرت عن الانزعاج ديالها من بعض المشاكل اللي عندهم في الإقامة السكنية، واللي من ضمنها تربية الكلاب في بعض الشقق وسرقة الملابس. هنا راه سكن شوفي انساني ماشي سكن حيواني باش يجيبوا لنا حنا الكلاب هنا ويربيوهم، ماشي مشكل. كانت سرقة ديال الملابس عندنا في العمارة ديالنا، حنا سرقة الملابس وتتكون سرقة عندنا، مع الحد الان باقي ما ضبطناش شكون تيسرقنا، قدرش انا نقول لك هذا. تربيه الكلاب عندنا في المجموعه دابا ولينا تنعيشوا اكراهات مع الكلاب حاجه كل قطعه. مشكل السيده مع الكلاب الموجوده في الاقامه كيتشابه مشكل عدد من الناس في عدد من المشاريع السكنيه، وهنا طرحنا السؤال على نائبه السانديك بخصوص هذا الامر. عندنا خروقات، ان كاين اللي جابوا الكلاب وكاين اللي كينشروا في الزنقه. اللي جابوا الكلاب ملي كتجي كتهضر معاه يعني راه خصك تكون نيت انت قادر باش تهضر معاه. السانديك واخا هو عنده السلطه، انه عنده السلطه عليه، حيت السانديك هو المسؤول، هو اللي عنده السلطه يهضر على هذا الشيء، كيهضر معاهم حيدوا الكلاب حيدوا الكلاب، ما لقينا حتى حل لهذا الشيء، ما لقيناش الحل لهذا. داك شكون اللي خصو يتدخل؟ ان السلطه هي اللي خصها تدخل لينا في هذه المشاكل. مرسوم سنة 2018 إلى جانب منع تربية الكلاب في السكن المشترك تحدث في المادة 13 أيضا على منع وضع أجهزة استقبال البث التلفازي على واجهات البنايات السكنية أو في البالكون، وكشف المرسوم في المادة 11 بأنه لا يجوز القيام بأي عمل من أعمال التنظيف المنزلي مثل تمشيط ونفط ونشر الزرابي والأفريشة والأتات في الدرج والممرات والأبهية. وأكدت المادة 12 من المرسوم الخاصة بقواعد الصحة والنظافة على احترام المساحات الخضراء والتقيد بشروط الصحة والنظافة. ومن شروط استعمال الأجزاء المشتركة اللي نص عليها هذا المرسوم في المادة 14 منع غسل السيارات واستعمال المنبهات في الأماكن المشتركة وترك الممرات والمداخل خالية وتخصيصها للراجلين فقط. عندنا جوج ديال الطرق، يا اما نطالب بتطبيق القاعده القانونيه اللي اتفقنا عليها، لان العقد شريعه المتعاقدين حنا اتفقنا، وهذه ماشي من النظام العام، انني الى اتفق على هذه القاعده ليست من النظام العام، يعني ماشي شي حاجه اللي كيحميها القانون واللي عندها الصبغه ديال القاعده الامره، وبالتالي لا يسوغ ولا يجوز الاتفاق على مخالفتها. اذن هذه قاعده عاديه كنسموا يعني بان يمكن لي نخرقها بالاتفاق على العكس ديالها، إذن كنطلب نطبقوا الاتفاقية ديالنا. أو الحاجة الثانية إذا لقيت أن هناك ضرر نثبت وجود الضرر وندير مسطرة استعجالية أيضا ندير رفع الضرر. رجعنا لنائبة السانديك لمعرفة الحلول اللي من الممكن تكون لتدبير الملكية المشتركة بنجاح. الحل هو أن بغينا من اللي نلجقوا للقضاء
يعني ما يطالبونش ان دوك الملفات نخلصهم ان تكون قضاء القرب. راه كاين في المحكمه الابتدائيه مشينا يعني يشوفوا في الملفات ديالنا يلتفتوا لهاد الملفات وينصفونا حيت كاينين الناس اللي عندهم متاخرات وباعوا الديور ديالهم نورمالمون خاص الموثق يطلب لهم شهاده ديال ابراء الذمه من عند السنديك على ان هاد المول الدار ما كتسالو حتى شي حاجه يعني هذا كون يدخل لنا دوك الفلوس وهذاك عاوتاني كذلك يعني ما كاين حتى شي حاجه اللي كتزير للمشتري انه يؤدي الواجبات ديالو. حنا كان عندنا الامل ديالنا هو ان ملي شي حد مثلا كيبغي يبيع راه غادي يتزير واحد النهار لا ما كيتزيرش كيبيع وكيجي واحد اخر كيسكن وكتكمل على داكشي. من بعد ما سمعنا لنائبة السنديك توجهنا للموثق حفيظ أوبريم باش نعرفوا واش الموثق ملزم باخبار المشتري بتأدية واجب السنديك بعد توقيع العقد. لحنايا الموثق غير ملزم باش يقول للناس شحال عنده ديال السنديك وحنا ما عندنا حتى شي مسؤوليه في هذا الشيء. هذا كيكون باتفاق ديال الاطراف ربما قبل ما كيجيو عند الموثق. المنعش العقاري اللي كيبغي يبيع بعد ما كيبني العماره ديالو كيدير كيفوض الامر للشركه ديال السنديك اللي كتعطيه هي الشروط والواجبات اللي عليه. ومن بعد اللي كيدخل في نظام الملكيه المشتركه راه كيدخل في هذيك الحقوق والواجبات اللي مضى عليها المنعش مع هاد الناس هذا مع هاد الشركه هذه. فبعض وماشي دائما تيكون سنديك حيت الملكيه المشتركه اللي كتقل من 20 ساكن مثلا ماشي ملزمين باش يديروا سنديك ديال الملكيه المشتركه. واش الموثق من حقه يقول واش واجب عليه في العقد باش يفرض على الناس يدير؟ لا ما كاين حتى شي حاجه اللي كتفرض على الموثق يدير وما كاين حتى شي واجب على الموثق على هذا الشيء. حنا عندنا واجب النصح مع الناس شحال كيكون هو الميزانيه في الاول ملي كيدخل المنعش راه كيدير واحد الميزانيه ديال التسيير ديال هذاك الفضاءات كيخص هذا المشتري ملي كيدخل على الجديد ينضوي تحت اللواء ديال داك السنديك ويدخل ويخلص مع الناس. هذا ما كان هو الواجب عليه انه يخلص. الوقت اللي غيبغي يبيع مثلا الدار ديالو راه لازم غادي يدلي الموثق بما يفيد انه ما كيتسالوش شي حاجه ديال السنديك باش اللي شرى حيت يكون متضامن المشتري والبائع في اداءات ديال الواجبات ديال السنديك. بعد هذا انتقلنا لمقر الاتحاد الوطني للمنعشين العقاريين الصغار وسؤالنا هنا وجهناه لمحمد الذهبي نائب رئيس الاتحاد باش نعرفوا الشروط اللي كيوضعها المنعش العقاري في النظام الملكيه المشتركه. المنعش العقاري هو مفروض عليه انه يوضع نظام ديال الملكيه المشتركه لدى المحافظه العامه اللي بالفعل انها تتسري القوانين ديالها على كل شيء. ولكن بالمقابل مثلا في خصوصا في السكن القليل التكلفه كاين واحد المجموعه او السكن الاقتصادي مجموعه ديال الشروط اللي تيوضعها المنعش العقاري خصوصا في المده ديال السنه ديال الضمان اللي بالفعل تتكون عباره عن التزام اللي خص هذا السيد اللي غادي ياخذ هذا لابارتومون هذا الملك ما تيدخلش عليها شي تغيير ما تيديرش واحد المجموعه ديال الامور اللي بالفعل انها تتكون تتمس بالسلامه ديال المبنى بصفه عامه. مخاطبنا اشار خلال الحديث ديالو بان العديد من السكان في بعض الاقامات السكنيه خاصه في السكن قليل التكلفه والاقتصادي كيقوموا بزياده بعض الاصلاحات اللي ممكن تسبب في ضرر الاقامه باكملها. ولانه تنعرفوا بانه العاده اللي ستوقع وهو انه المواطن خصوصا في السكن الاقتصادي والسكن قليل التكلفه ان المقتني مجرد ما تيقتني الشقات يبدا يبان له واحد لو بلون اخر مغاير للتصميم اللي هو موجود داخل 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 الشقه. وتنعرفوا بان السكن القليل التكلفه والسكن الاقتصادي هو يتم انجازه طبقا لواحد المجموعه ديال المعايير اللي تنظمها واحد ضفتر التحملات في اطار شراكه ما بين القطاع الخاص اللي هو المنعش العقاري وما بين القطاع العام اللي هي الدوله فيه شخص وزاره السكنه ووزاره الماليه. وبالتالي ان هذه العمليه هذه ديال التغيير بعد المعالم تتمس بالبنايه كامله وتتسلم انها مهداها للخطر. وبالتالي ان المنعش العقاري باش يضمن واحد الامور اللي قام بها واللي لانه المنعش العقاري من تنجز السكن قليل التكلفه او السكن الاقتصادي يعني تنجزو تحت المراقبه المستمره ديال وزاره السكنه. كيف ما شاهدتوا هذه كانت مجرد عينه من المشاكل اللي كاينه في السكن الاقتصادي اللي كيشهد اقبال كبير من طرف المواطنين. وحسب دراسه للوزاره الوصيه على قطاع السكن والتعمير بالمغرب فمجموع شقق السكن الاقتصادي واللي جرى انجازها بين سنه 2010 وسنه 2017 كتزيد على 366 ألف شقه وكتوزع غالبيه هاد وحدات السكن الاقتصادي
بين جهة الدار البيضاء سطات بنسبة 70% وجهة طنجة تطوان الحسيمة بنسبة 13%، ثم جهة الرباط ومحيطها بنسبة 12%. الملكية المشتركة بالمغرب كينظمها مرسوم واللي هو بمثابة قانون، واللي كيمنع فيها مجموعة من الأمور، منها منع تربية الحيوانات داخل الشقق ووضع البارابول في واجهات البنايات السكنية، ومنع الغسل والنشر في الأدراج والممرات المشتركة، وأيضا منع غسل السيارات واستعمال المنبهات في الأماكن المشتركة وغيرها من الأمور. إلا أن هذه المشاكل وغيرها كتكون قائمة في مشاريع السكن الاقتصادي وأيضا في مشاريع السكن المتوسط. لنتابع. الملكية المشتركة كلقاوها إلى جانب السكن الاقتصادي في منتوج السكن الفاخر الهو ستوندينغ، والسكن المتوسط الموين ستوندينغ. وباش نعرفوا واقع الملكية المشتركة في السكن المتوسط، جينا لهذا المشروع السكني بمدينة سلا، واللي كشفوا لنا فيه عدد من السكان على عدد من التجاوزات اللي كيقوم بها مكتب السانديك. سعيدة واحدة من السكان اللي تلاقينا، وهذه قصتها. مهم المشكل اللي عندنا سورتو هو واحد المشكل مع مول المسبانه، وهذا السيد هذا راه جا تحت مني تحت مني بيناتنا دار ديك الدار نورمالمون الشركه علمناها لان خصها تدخل حتى هي الشركه عندها ضرر. راه كاينه هذا البرومير اللي حدا لاسونسور كاين اللي ملهيه شادين عليه للحيط، هادو غادي يكون عندهم مشكل ديال السخونيه اكثر. حنا عندنا مشكل ديال الريحه، ها لي سيرتيفيكات ديال ولادنا يوميا كنعانيو من هاد المسائل. عندنا المشكل ما بقيناش كنعرفوا شنو هي الراحه، لا النعسو لا والو. حنا ما بغيناش يسد ليه لان مخدم شي ناس، حنا ما بغيناش يقطع الرزق للناس، حنا بغينا غير لا ضرر ولا ضرار، يعني يصلح لينا والله يعاونو. الشهاده ديال هاد السيده خلاتنا نطرحوا عليها سؤال، واش السنديك حاول يلقى حلول بخصوص الازعاج والخطر اللي كتشكلوا المصبانه؟ السنديك مده وحنا كيقول لنا غيصلح غادي يصلح غادي يصلح غادي يصلح، في الاخير تجمعات كل شيء وتحد مصلح، يعني ما كان لا يصلح له. دابا كيقولوا لنا نطحوا راسكم مع الحيط، دابا حنا بغينا نبيعوا ديورنا، راه كاتبين لي البيع، سيروا صوروا لي البيع وما بغاتش تبيع لينا ديورنا. علاش؟ لان حتى واحد ما يمكن يشري من عند الريحه نهار كامل اللي داخله عليك، ما كننعسوا ما كنشوفوه. السنديك نغمل متقنا فيه، بقى كيقول لنا صبروا راه غادي يصلح، صبروا حتى الصوره المحليه كتقول لنا غيصلح غيصلح غيصلح. المشكل هو البي في كاين، ملي كنمشيو للقسم الشكايات كيقول لك اسيدي راه حنا صيفطنا للعيايده، العيايده خصها تخرج انذار. فين هو هاد العيايده هذه؟ فين هي المسؤوله على الرخص؟ ما خرجت لا انذار لا يديك لا يخليك. انا ما نسينياش، انا عيا ما يقول لي سيني نهار اللي حضرت لهم الاخر ساعه حضرت الجمع وقال لي سيني ما بغيتش نسيني، نسيني على دعوه الحضور ديال الجمع الاول والسنياتو ديالي كاينه في هاد ديال. بغيت نعرف حتى انا كيفاش قروا هاد المبلغ هذا ديال 5000 درهم على اي ميزانيه؟ ما ناقشوا ميزانيه مع الناس اللي قالوا حضر. بعض السكان لقاو التوقيعات ديالهم في محضر الجمع العام رغم انهم ما وافقوش على بعض الشروط اللي جرات مناقشتها خلال الجمع العام ورفضوا التوقيع عليها، واللي من ضمنها المبلغ المحدد للسنديك من غير ما يطلبوا منا. احنا ما توصلنا لا بدعاوى يعني بريات الكوموندي ولا اي حاجه اللي يمكننا نجتمعوا بها على اساس يتكون هذا المكتب. اخر المطاف تكون هذا المكتب في ظروف اللي كانت فيها الجائحه وحنا ممنوعين من حضور اي جمع من الجنائز من اي حاجه، ممنوعين اننا نحضروا هذا الجمع. تكون السنديك وخرج بمبلغ ان صافي راه السنديك تكون وحدد لينا مبلغ ديال المساهمات 250 درهم 400 درهم في العام. رفضنا. من بعد الرفض ديالهم هاد السيده خلال حديثها كشفت لينا على تعرضها للتهديد بطريقه غير مباشره حسب القول ديالها. بالنسبه ليا السيد اللي كيقول انه مثلا وكيل اتحاد الملاك، راه السيده اللي معانا في هذه المعارضه معارضين هذه القضيه هذه راه حزوا لها على السياره ديالها وحزوا لها على الدار ديالها. يعني انا تما تعرضت من نوع من بحال تخويف ترهيب. دازت مده سمعت ان فعلا حتى السياره ديالنا تم الحجز عليها، يعني هذا الشيء هذا راه واضح. علاش كيدير هذا الشيء هذا؟ انا بغيت نعرف شكون اللي عنده مصلحه في هاد الشيء هذا، ولا كان فعلا المكتب مكون يبان لينا نعرفوا شكون هو هاد المكتب هذا ونتفاهموا معاه. حنا مشاكلنا نحلوها معاه، حنا ما رفضناش نتجمعوا ونحلوا المشكل، ماشي نبقاو مخبيين والاقامه كتسير وكتسير بواحد الطريقه عشوائيه.
محمد واحد من سكان هذه الإقامة، وكشف لنا بأن مكتب السانديك ما كيقدمش لهم وثائق كتبت فين كتصرف فلوسهم. فلوسنا ما عارفينهاش فين كتصرف لحد الآن، لأن مازال ما كاينش شي محاسبة يعني اللي نعرفوا، يعني مازال ما شفناش حتى الوثائق اللي باش كي اللي باش كي يعني يصرفوا الآخر مثلا اللي فاكتور ولا مسألة التهديد اللي حكاتها لنا السيدة من قبل بدوره تحدث عليها هذا السيد. لأنهم كانوا كيهددوا الناس، يعني قاصوا الناس كيقولوا حتى في سميتو لي في يعني في 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 في, في, في المهن ديالهم، طيحوا من 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 قيمة المهنة ديال الناس، يعني كيعايروهم بالمغربية، كيعايروهم بخدامهم، فهمتي الأمر؟ يعني وكنظن الإخوان الأخوات غادي يقولوا لكم بالضبط، لأنهم اللي كانوا تعرضوا ديريكت للآخر لهذا النوع ديال الآخر ديال المضايقات. مشاكل هذه الإقامة ما وقفاتش فقط عند سكان الإقامة، بل حتى فريق برنامج 45 دقيقة تعرض للاحتجاز والعنف اللفظي من طرف بعض الأشخاص اللي قالوا بأنهم أعضاء مكتب السانديك، ومن بعد ما طلبنا منهم يعطيوا الرأي ديالهم في الكلام اللي جاء على لسان السكان وتصوير المشاكل اللي هضروا عليها هاد الساكنة داخل الإقامة، كان هذا هو الرد ديالهم. خلي خوته خلي جو البوليس بعدا نهضروا من بعد، دابا عاد نهضروا تيجي البوليس تيجي البوليس ماشي مشكل. إلا كان هذا نموذج الملكية المشتركة بالسكن المتوسط، انتقلنا لمنطقة دار بوعزة ضواحي الدار البيضاء، الوحدة من الإقامات السكنية المصنفة في صنف السكن الفاخر الهوستوندينغ. وهذه الإقامة قرروا السكان ديالها تكليف شركة خاصة لتسيير الإقامة تفاديا للمشاكل اللي كتوقع للساكنة مع السانديك في باقي الإقامات. قررنا أن نديروا شركة. في الأول فاش سكننا كنا قلال في لا ريزيدونس، دونك بقينا كنشوفوا الامور كيفاش غاديه، كنحاولوا نفهموا كيفاش كتسير الامور ديال 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 لا ريزيدونس. ملي بداو كيسكنوا الناس بزاف قررنا اننا نديروا شركه لعده اسباب باش نخليو هاد لا ريزيدونس هاد لو باتريمون اللي شرينا نخليوه في لا فالور اللي خدينا به. الانسان ملي كيشري نهار الاول لابارتمون ديالو بواحد الثمن، الحاجه اللي كتخليها تطلع في الثمن او لا تنزل هو الملكيه المشتركه، هو الفضاءات الخضراء اللي كتكون في لا ريزيدونس، والمرافق العموميه اللي كتكون كسوا الكراجات المسابح الفضاءات ديال 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 الدراري الصغار اللي كيلعبوا فيهم. دونك هادشي اللي كيخلي الثمن ديال 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 لو بيان ديالك ملي كتشري انه كيطلع او لا كينزل. سولنا مخاطبنا على الفرق اللي كيكون فاش كتقوم شركة خاصة بتسير إقامة سكنية، وأنك مني كتكون ما كتكون الشركة كيكونوا غير الناس مع بعضياتهم كيقدر يتراو مشاكل بين الجيران. المشكل الأساسي اللي كيوقعوا فيه الأكثرية ديال 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 المجمعات السكنية هو الأداء ديال الواجب ديال السانديك. مني كيكون الجيران غير مع بعضياتهم ما دايرين الشركة كتولي كتعيب مع جارك، يعني تقدرش تجي عنده في لافان دو مو تقول لي الله يخليك راه خصك تأدي القد والقد اللي حنا متفقين عليه. ملي كتكون ديال شركه عندك واحد الشيء قانوني كتقدر انك تمشي تبع المسطره القانونيه في الحاله ان الانسان ما كيخلصش، وتقدر مثلا كيكون عندك المكتب ديال الكونطابيليتي ديال المحاسبه اللي كتقدر دير بها لو سويفي ديال 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 لي ديبونس ديالك وديال لي شارج، واي حاجه كتقرر في لا ريزيدونس كتكون بان فوت ديال الساكنه كامله. مشاكل الهوستوندينغ كتختلف عن المشاكل اللي رصدناها لكم في البداية، وهذه عينة منها. المشاكل الأولية في الخارج ديال العمارة، ما الضو ما كاينش أولا بالليل بحال هذا، دائما ظلام. وثانيا في الداخل في المشاكل الداخلية عندنا المشاكل ديال الكراج، لأن ما محدينش الكراج للناس، والمشاكل ديال البروموتور منين شرينا عطى وعندنا بشي مسائل اللي هي باش غادي يخدمها وخلانا ما تحلناش هاد المشاكل. مثلا قال لك ملي غادي يسكن الناس غادي يصبغ العماره كلها، ما صبغهاش خلاها هكذاك. ومشاكل ديال سلقينا مشاكل ديال السانديك في الاول. دابا المشكل اللي عندنا حنا دابا كما قلت بي او سي عندهم داو لهم الارقام ديالهم، ولكن حنا ما عندناش الارقام كاع. دابا عندنا بحال شوائل اللي جا بعد ما كنجي انا تبركل عندي الطوموبيل كبيره ما تلقاش فين البلاصه. من بعد ما سمعنا هذا الحديث اللي دار ما بين احد السكان والسانديك المكلف من طرف الشركه، سولنا السانديك عن الطريقه اللي يقدروا يبلغوا بها السكان عن بعض المشاكل اللي كتوقع لهم. هو دايرين واحد لا بلاتفورم سور انترنيت، دايرين دي نيميرو تيليفون اللي كي سون افيشي في لي اسانسور وفي لي هول ديال لي زيمبل،
بالنسبه لا بلاتفورم الانسان بلا ما يلتاج يهز التليفون ديالو ويعيط يقدر في اي وقت من 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 النهار حتى مع 12 الليل 2 الليل كيدخل لا بلاتفورم كيتكونيكتا كل واحد في الساكنه عنده حساب ديالو بيرسوناليزي كيدخل كيدير لا ريكلاماسيون ديالو يقدر يشوف ليطا دي بايمون ديالو شحال خلص شنو باقي ليه يقدر يشوف كاع لي دوكيومون تو سكي كونطرا اي حاجه عند هذا لي كونتاكت ديال الشركات اللي حنا خدامين معاهم وعنده اون بلاتفورم سبيسيال ديال ريكلاماسيون كيدخل كيدير لا ريكلاماسيون ديالو فيها بزاف ديال لي كاتيجوري كتقدر تكون من الميناج من السيكوريتي من الجارديناج من البيسين من اي حاجه كيدير ريكلاماسيون ديالو هذيك لا ريكلاماسيون كتجي عندنا حنايا اللي كنكونوا جيستيونير ديال هاد لا بلاتفورم وكنحاولوا نلقاو الحل عندنا اوبليغاسيون اننا نتريتيوها دون ان ديلي ديال 48 اور ولو كليون ملي كيدير لا ريكلاماسيون كيقدر يدير لو سويفي ديال لا ريكلاماسيون ديالو كيشوفها واش الي اون كور واش تستريتات واش ما تصاوباتش وشنو هي لا ريبونس اللي كيعطي ابورتي لهذيك لا ريكلاماسيون سانديك تحدث لينا على بعض المشاكل اللي كيعانيو منها خاصه مع بعض الملاك اللي مقيمين بدول المهجر الوغ المشاكل اللي كنقدروا نطيحوا فيهم مثلا هما الناس اللي كيكونوا شارين لي زابارتمون ديالهم ولكن خارجين عايشين خارج ارض الوطن هاد الناس مثلا كان المشاكل اللي كنقدروا نوقعوا معاهم فيهم هو انه كيقول لك انا كنجي شهر في العام ماشي من الواجب عليا انني نخلص العام كامل انا كنستافد عام غير شهر واحد في العام علاش غادي نخلص المبلغ ديال العام كامل الجواب اللي كيكون من عند الشركه هو انه واخا كتكون هاد السيد متغيب طيله فتره السنه وكيجي غير واحد الشهر في العام راه لي شارج ما كيحبسوش انك السيكوريتي كتبقى تخلصها المودو كتبقى تخلصو وانت كتحافظ ليه على داك لو بيان ديالو باش ملي كيرجع كيلقاه في حله مزيانه هاد المشكل الاخير اللي هضر لينا عليه السانديك خلانا نطرحوا سؤالنا على المستشار القانوني وهذا كان الجواب ديالو كاين بزاف ديال المغاربه القاطنين بالخارج والعاملين بالخارج اللي كيشريو شقق وتيكونوا ساكنين في بلد اجنبي وكيخليوها مشدوده واش حتى هو ما يديش حيت ما كيستغلش تيقول لك انا كنجي غير 20 يوم في العام الا راه هذيك تضحيه الملكيه المشتركه تضحيه داك الانا ما كتبقاش كيرجع المجموعه نحن كنعوضوا الانا بنحن ما كنبقاش نشوف غير راسي ما بقاش كنشوف ملي كندخل لداري ونشد عليا الباب نكون في كوزينتي ولا نكون في مرحادي ولا في بيت نعاس انا غير نخرج من داك الشقه او تداخل الشقه في التصرفات ديالي والسلوك ديالي ما يمكنليش نمشي بشي حاجه فيها كدير ضجيج واحد سيد تحت مني مريض عنده طفل صغير كيدبز باش ينعسو واش حنا عندنا هاد الحساسيه ما عندناش هاد الحساسيه في التربيه ما عندناش الاهتمام بالاخر باش نتعرفوا اكثر على دور هاد الشركات المكلفه بتسيير الاقامات السكنيه انتقلنا لعند مدير واحده من شركات السانديك المعرفة كيفاش كيجري تدبير الإقامات السكنية وما هي الأمور اللي كتكلف بها الشركة كنتكلفوا بعمارات سواء كانوا عمارات فردية أو مجاميع سكنية اللي فيها واحد العدد ديال العمارات كنتكلفوا بجانبين الجانب الأول هو الإداري والمادي كنتكلفوا بتحصيل الأداءات ديال الناس ديال الساكنة لأنه كل عمارة ما يمكن لا تخدم إلا والناس كيخلصوا الواجبات ديالهم كيخلصوهم في الصندوق ديال العمارة باش في آخر المطاف في آخر الشهر يمكننا نخلصوا الكونسيرج أو لا يمكننا نخلصوا الناس اللي مكلفين بالجرداب لا بيسين على حسب التكاليف اللي كاينين عند العمارة الشركات الخاصة عندهم شروط معينة كتوضعها قبل البدء في تسيير أي إقامة وهاد الشروط كشفهم لنا طارق زنيبر كنوفروا بعض الشروط القانونيه كنظموا جمع عام اللي كيتم فيه اختيار واحد او جوج من الساكنه اللي هما حتى هما غادي يخدموا معنا في اطار هاد التسيير ديال هاد العماره من الناحيه الماديه حيت ضروري خص الناس اللي يوقعوا في البنكه يحطوا لا سيناتور ديالهم دونك كيتعينوا الناس في اطار جمع عام الناس كيحضروا كيصوتوا وكيتفقوا على واحد العدد ديال المسائل وهنا سولنا المتحدث على الإجراءات اللي كتقوم بها الشركة إلى أحد السكان امتنع عن أداء الواجب المحدد في كل شهر كنتابعوهم المرحلة الأولى كنحاولوا نعيطوا عليهم كنصيفطوا لهم واتساب كنتكلموا معهم كنحاولوا نحصلوا على هذوك المبالغ إلى ما حصلناش عليهم كاين مسطرة قانونية كيف ما كان الحال اليوم في المغرب راه القانون كيسمح واحد العدد ديال
التوابع في إطار القانون يمكننا نحجزوا العقار ديالهم، يمكننا نديروا لا سيزي ديال الطوموبيلات ديالهم ديال الأملاك ديالهم داخل الشقة. الشركات أيضا واجهوا بعض الصعوبات مع بعض السكان في إقامات سكنية مختلفة، وهذه عينة من هذه المشاكل. وعانينا بزاف، وإن كان زعما الناس في مستوى وفاهمين المشاكل واتفقوا معنا في إطار الجامع العام، الناس وقعات سنات قلت لك صافي ما كاين حتى مشكل، هم مستعدين باش نعطيو هذا المبلغ، ولكن شحفونا وداو السعد، شحفونا في الآخر رديت لهم السوارت. وأنا كما كنقول لهم حنا وني با دي ماجيسيان داكور، حنا ما نخترعوش شي حاجه ما كايناش ولا من الهوا غنردوا لهم شي حاجه، راه خص واحد المعاونه وخص واحد التفاهم ما بين الساكنه والمكتب وحنا كشركه خاصه باش داك الشيء يتمشى. ما حنا بوحدنا كشركه باش نسير واحد العماره الا ما كانش واحد الفهم من عند الساكنه ولا كانوش واعيين بالدور ديال الشركه وبالمهام ديال السانديك باش تمشى لهم العماره وتزيد قدام، راه ما كاين حتى حاجه، راه واخا يجيبوا مليار ديال الشركات الا هما ما واعيين شو ما باغيين شي يخلصوا، يقول لك لا سيدي انا جبرت البوله خاسره ما نبقاش نخلص، راه ما عمرنا ما غنزيدوا. كيف ما تابعتوا معنا كاين واحد الفئه من السكان كيكلفوا شركات خاصه القيام بدور السانديك، ولكن هاد الشركات احيانا كتنسحب من تسيير بعض الاقامات السكنيه بسبب عدم دفع المستحقات الماليه في وقتها المحدد. في الملكيه المشتركه كنلقاو الجانب الشقق المحلات التجاريه واللي بدورهم كيعيشوا بعض المشاكل في ظل الملكيه المشتركه مع سكان الاقامات السكنيه، كيف ما غادي نقربوكم من واحد من هاد النماذج. بالاضافه لهذا غادي نعرفوا كيفاش كتواكب الوزاره المشرفه على قطاع السكن حركه التمدن السريع من اجل تحسين الملكيه المشتركه. لنتابع. من قبل تابعنا مجموعه من الشهادات على هذا الشكل. الزبل تقدر تطلع في الدروج وتلقى الزبل حاطينه في الدروج. وهذا السيد هذا الجمع العام ديالو تيديرو مع الانصار ديالو، كيحضروا الانصار ديالو كيدير جمع عام تيصفقوا تيمشيو في حالهم. وتتكون سرقه عندنا مع الحد الان باقي ما ضبطناش شكون تيسرقنا. يعني انا تما تعرضت من نوع من بحال تخويف ترهيب. هذا الامر قادنا الوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة. مجيئنا للجهة الوصية على قطاع السكن كان بغرض معرفة واش الوزارة قامت بدراسات حديثة كتخص وضعية السكن المشترك بمختلف أصنافه، يعني الاقتصادي والسكن المتوسط والسكن الفاخر. من بعد هذا الاجتماع اللي كان بمقر الوزارة طرحنا سؤالنا على مديرة الإنعاش العقاري بالوزارة لمعرفة كيفاش كتتابع موضوع الملكية المشتركة. كيف ما كتعرفوا الوزارة كتقوم بواحد العدد ديال الدراسات، دراسات استراتيجية لتتبع القطاع، ما بينها كاين واحد دراسة مهمة كتسمى البحث على الطلب في السكن اللي قمنا بها في 2015 وباقي عندنا يعني التنبؤات حتى 2025. هاد الدراسة هادي عطات واحد النسبة ديال 60% ديال الأسر المغربية اللي كتطلب تسكن في واحد السكن مشترك. يعني هي هاد النسبة ديال 60% هي نسبة غير ثابتة كتغير حسب الجهات وحسب المدن. في ما كتكون يعني مدينة كبيرة على مثلا الدار البيضاء، الرباط، مراكش، طنجة، كتكون هذه النسبة عالية، وفي ما كتكون يعني المدينة متوسطة أو صغيرة كتكون هذه النسبة كتقلل ولا كتضعف وكتنخفض. علاش هذا مرتبط بالنسبة التمدن؟ لان فاش كتكون نسبه التمدن مرتفعه كتمشي مسايره معها هذه النسبه هذه. نسبه التمدن يعني ان كيكون عندها علاقه مع العقار ومع الثمن ديال السكن. فاش كيكون العقار متواجد مثلا في المدن الصغيره والمدن المتوسطه كيكون العقار متواجد نسبيا كيكون متواجد وتيكون بواحد الثمن مناسب، فهنا المواطن ولا الاسر كيفضلوا يسكنوا
فواحد السكن فردي اللي ديالهم اللي هو في الحقيقه هو السكن اللي كيطلبوا الاسره المغربيه اللي كتطلبوا اللي هو ثقافيا هو اللي كتبغيه الاسره المغربيه. زدنا وسولنا مديره الانعاش العقاري بالوزاره على شنو هي الاسباب اللي كتكون وراء المشاكل ديال الملكيه المشتركه. كاين واحد السبب مهم اللي هو ثقافي، يعني الثقافة ديال الأسرة المغربية. إحنا الأصل ديالنا راه كنا كنسكنوا في سكن فردي، يعني جدودنا وحتى والدينا دابا راه كانوا في سكن فردي، يعني ديك المنزل المغربي نقولوا العصري ولا التقليدي كلهم راهم سكن فردي، وخا كتكون الأسرة مجموعة ولكن راه نفس الأسرة. يعني ثقافيا ما عندناش يعني نقولوا يعني هذه الثقافة هذه نقولوا جديدة علينا، عاد يعني الأسرة المغربية ولات كتدخل هذا الميدان ديال السكن المشترك. وهذه في الجهه ثقافيا كاينه هذه وكاينه بزاف. النسبه الثانيه ولا السبب الثاني وهو عدم الالمام بالقانون ديال السكن المشترك ولا لا كوبروبريتي 1800. يعني كاين عدد كبير ديال الناس اللي كتسكن في السكن المشترك او الجماعي وما كتكونش عارفه ما لها وما عليها، ما كتكونش عندها درايه نهائيا على القانون ديال الملكيه المشتركه. فهادو هما الاسباب يعني نقولوا الرئيسيه. وعاد كاين اسباب يعني ديال الجوره وديال هذا اللي كتكون شي شويه كتزيد في هاد كتفاقم في هاد الازمات ديال السكن المشترك. من بعد ما سمعنا الاسباب اللي كتكون وراء مشاكل الملكيه المشتركه على لسان مديره الانعاش العقاري بالوزاره، سولنا مدير الشؤون القانونيه بالوزاره على الحلول المقترحه لتحسين الملكيه المشتركه في المغرب. بالنسبة للمشاكل ديال الملكية المشتركة، إذا بقينا نختزلوها في واحد الواحد نقول بأنها ما كاينش احترام للقانون من ناحية المقتضيات ومن ناحية الفلسفة اللي جا بها هذا القانون. هناك من خلال التواصل من خلال اللقاءات مع المعنيين بالأمر كنكتشفوا مجموعة من الإشكاليات اللي مازال ما خلاتش هذه الملكية المشتركة تشكل أو تشكل الهدف اللي بغينا منها أو توصل لتحقيق التساكن داخل الفضاءات المشتركة. مشاكل الملكية المشتركة ما كتقتصرش فقط على الإقامات السكنية بل حتى في الأسواق خاصة والمحلات المتواجدة أسفل بعض العمارات السكنية، وهذا السبب خلانا ننتقلوا لدرب عمر أكبر الأسواق التجارية بالمغرب واللي كتعتبر النقطة اللي كيجري منها توزيع جل السلع على كل المدن. وفي هذا السوق تلاقينا واحد من التجار. المشاكل اللي كاينه في هذه القيصريه بالضبط ديال قيصريه طرزاس خصوصا مع الساكنه اللي كاينه في اقابه النجات، رغم انه كان تم الاصلاح ديال القيصريه ملي كانت تحرقت في 2015 وتم الاصلاح ديال العدد ديال المنازل اكثر من 40 ابارتمون تم الاصلاح ديالها، رغم ذلك باقي مشاكل مع السنديك بالضبط، باقي تيعكس مع التجار، باقي كيتلاح الاتربه هنا في السطاح، وباقي كما قلت لك المشاكل اللي كتوقع مع السنديك ديال هذا العمارة مع الناس ديال التجار ديال قيصرية ترزاس. قيصرية ترزاس كان طاحوا شي أتربة في السطح وطاحوا على المحلات هنا وربع الطبالي الأتربة يعني بسبب الشتاء، وبعض لي باركون كانوا رشاو بالنسبة للشتاء وطاحوا هنا على الطبالي وطاحوا على المحلات التجارية. وبعض الناس ملي جاو الناس ديال قيصرية بغاو يصلحوا ذاك السقف جاء السندك ما خلاهمش، يعني جابوا الضلاكيت كيحطوها جا هو بيديه كيخدم العنف كيحيد هذاك القصدير وكيحيد هذاك الضلاكيت اللي يركبوا هاد الناس، رغم انه كاين اتفاق موقع ما بين التجار وما بين السنديك، ومع ذلك جا بدا كيقلع هذاك سميتو ما خلاهمش يصلحوا. الكاتب العام للجمعيه اتحاد التجار ومهنيه درب عمر خلال الحديث ديالو تحدث لنا على حريق كان وقع سنه 2016 في واحد من الاسواق في درب عمر، وهذا خلانا نسولوه واش الخسائر اللي سببها الحريق جرى الاصلاح ديالها بمعاونه سكان العماره. بخصوص الاصلاح تكلفت به الناس ديال القيصريه، جمعوا واحد المبالغ مهمه اكثر من 3 مليون ديال الدرهم، صلحوا بها القيصريه بالموازات مع اصلاح ديال الابارتمات. هذا الاتفاق اللي كان ما بين التجار وما بين الساكنه بالحضور ديال السلطات، يعني التجار هما اللي صلحوا القيصريه، هما اللي صلحوا الاسلاك الكهربائيه، هما اللي جابوا ليمبيديزو اللي دار المعاينه ديال الاصلاح، هما اللي صلحوا جميع الابارتمات، ولا درهم واحد قدموه الساكنه، كل شيء على حساب التجار. كيخون ما كيصلح لنا وكيخليو لنا شحال مره كتجي مره حامله كتطلق هنا بسبب المشكل، راه واحد كيتهرس. من بعد ما سمعنا هذا الحديث اللي دار بين احد التجار والكاتب العام للجمعيه، سولنا احمد وهو تاجر بدرب عمر لعده سنوات عن المشاكل اللي كيواجهوها التجار مع بعض السكان. كيلوحوا عين الزبل، كيلوحوا الماء، يعني من مسخ
يعني وكتلقى يعني دائما القيصريه مسخه الناس ولاو كيرفضوا ما كيبقاش كيجيو هنا نهائيا. علاش كتلقى المشاكل بزاف؟ ثانيا المشكل ديال التسياق كما قلت قبيله، يعني كيسيقوا الناس كيبقى الماء كيهبط والناس ما كت يعني كتكون الناس كبار في السن يقدر شي واحد يزلق. انا شحال مره كنت يعني سواء المراه ولا الراجل الكبار كيزلقوا هنا كل جاي بسرعة وكيلحوا من الفوق وكنديروا شكايات بزاف. مثلا كتلقى ديما العراقيل كيقولها انتم خصكم ديروا تفعلوا، وكتلقى عاوتاني كيلحوا لنا مثلا من الفوق قراعي، كيلحوا مثلا اشياء كثيره بزاف العصي. هاد التاجر كشف لينا بان السانديك غلق باب الحوار ما بين التجار والسكان، وهذا السبب خلى المشاكل يوم عن يوم كتزيد. يعني ما كيلقاش شي حل مثلا هو يعني يجمع مثلا ما بين القيصريه وما بين السكان، ما لقاوش شي حل وسط. يعني امور تكون غادي مزيان كتلقى دائما الباب مسدود ما كيحلش شي واحد مثلا كيدخل سواء السكينه يعني او مش السندك لقى شي حل في هذا المشكل دابا اللي كاين الفوق. كنتمنوا ان شاء الله يعني اقرب جاي يديروا المشكل. هاد المشاكل اللي تحدثوا عليها التجار خلاتنا نتواصلوا مع مكتب السانديك المكلف بالعماره باش نعرفوا راي الطرف الاخر، لكن رفضوا يظهروا معنا ويعطيو اي تصريح بخصوص الموضوع. هذا الملفات ديال الطوارئ استوى على السدوك، وهانت كتشوف هذا المقطع ديال القصه ديال جمعيه القصريه مول الملك راجيو ستي عطاوه بالوثائق، عطاوه الناس ديال القصريه يديروا فيه المسائل ديالهم المراحل ولا يديروا فيه مقر ديال الجمعيه. فهما استوى عليه وسدوه وعاملوا عليه بالنفايات وكيحطوا فيه الحوالف واحد من التجار كيشوف بأن واجبات السانديك المخصصة للتجار خاصها تكون أقل من المبالغ المحددة للسكان في العمارات، لأن السكان كيستافدوا من الأجزاء المشتركة أكثر من التجار حسب القول ديالو. دابا كاين دابا مثلا داكشي اللي مفرضوا عليا باش نخلصوا الواجبات ديالي كتاجر عندي متجر بحال الناس اللي عندهم الشقة على حسب الأجزاء ديال اللي عندي في الملكية المشتركة. هذه الملكية المشتركة اللي هي كيستفد منها الجميع، بالنسبة للسكان راه كيستفدوا منها 100%، ولكن بالنسبة للمحلات التجارية كاين اللي كيستفد 1-2%، كاين اللي ما كيستفدش. فهمتي؟ وشنو دابا توصلتوا للسي الحاج في هذا الشيء هذا؟ وحنا باقيين معاهم، رغم أن اتفقنا واخترنا داكشي اللي اتفقنا عليهم ودرنا جميع داكشي اللي خصو يداه داروه التجار وكيصبروا وضحاو من جيبهم ونقصوا من كلشي، ولكن رغم ذلك باقي المشاكل مع خصوصا مع السندك. باغ اكزومبل انا عندي مثلا المتجر ديالي كيشوف واحد الناحيه في الشارع والباب ديال الاقامه كيشوف جهه اخرى، يعني انا ما كنشوف حتى داك الاجزاء المشتركه واللي منتفع بها ما كنشوفهاش كاع نهائيا، عاد يمكن لي نستفد منها. من بعد ما سمعنا جميع شهادات السكان والتجار توجهنا عند استاذ مختص في علم النفس باش نعرفوا تفسيروا لهذه المشاكل المرتبطه بالملكيه المشتركه. السكن الجديد او مثلا اللي غادي ندويو على السكن الاقتصادي فواحد السكن اللي يمكن ما فيش واحد الحرمه معينة فكيتسمع كل شيء ما بين شقة وشقة. هذا الشيء خلى على أنه كنظن بأنه الأغلبية ديال الناس تعلموا يتعايشوا، ولكن كان لابد من واحد المرحلة انتقالية اللي غادي يكون فيها واحد التعلم ديال تقبل الآخر، يمكن واحد شوية ديال الصداع ديالو ديال الوليدات، واحد شوية ديال الحركية بالليل، واحد شوية ديال المسائل، واللي طلب واحد المرحلة انتقالية. لكن هناك ناس اللي يمكن كاين أسباب نفسية أو اضطرابات نفسية او تعلم الحدود، ناس اللي يمكن ما كيحترموش الحدود ديالهم، فبعض المرات كيكونوا واحد الممارسات اللي يمكن كتزعج الاخر. زدنا وسولنا مخاطبنا على واش هاد المشاكل ممكن تكون لها تبعات في المستقبل. هي كل حاله بحاله، لكن كنظن على انه مني ما كنستغلوش الملكه ديال الحوار، الملكه ديال التواصل، فكيكبر الحقد من طرف واخر وكندخلوا في واحد التاويلات يمكن جوزافيه. لكن هذا الصراع ديال واش منطقه سكنيه او منطقه صناعيه، فهذا الامر هذا كنظن بانه التفسير ديالو او المشكل جاي من عند المؤسسات التي رخصت لهاد الناس يا اما بالسكن يا اما بالصناعه او بمحلات اللي عندها واحد الازعاج معين او لواحد تلوث كيميائي او اخر. فهنا هذا مشكله ديال السلطه. لكن كنظن على انه في العديد من الحالات اللي وقفنا عليها على انه كاين مسائل اللي كتولي عندها طابع نفسي، واللي كتولي كتعاش بواحد تراكمات
واللي كترتب عليها واحد الاعراض اللي يمكن في بعض الحالات كتشبه الاعراض ديال الضحايا ديال الاعتداءات بجميع اشكالها. ممكن كنشوفوا اعراض ديال الاكتئاب، ممكن كنشوفوا فقدان الثقه في النفس، وبعض الحالات شفناتها بوجود ديال افكار انتحاريه عند الناس اللي كيتعرضوا لتحرش مستمر من طرف جار او بعض الجيران. فهناك بعض غادي نقولوا واحد الحالات اللي كتعاود بزاف، المرأة الغير متزوجة، الرجل الغير متزوج. فعموما كيكونوا انتقادات من عند السكان اللي كيبغيو بعض الحالات يفرضوا واحد الطريقة ديالهم ديال العيش على الجيران ديالهم او لا على الناس اللي بالجوار ديالهم. مشاكل الملكية المشتركة في المغرب كتير جدل منذ سنوات، وبالرغم من الإقبال على اقتناء مساكن ومحلات تجارية مشتركة الأجزاء، إلا أن المشاكل كتزيد تكاثر أكثر ما توسع العيش في إطار الملكية المشتركة. خلال هذه الحلقة كشفنا لكم على بعض الإكراهات والمشاكل اللي كيعيشوها عدد من الناس اللي اختاروا السكن المشترك، وحاولنا البحث عن الحلول اللي ممكن تكون مناسبة لتحسين ظروف العيش في الملكية المشتركة بالمغرب، هذا في الوقت اللي 60% من المغاربة كيفضلوا السكن المشترك بحسب معطيات الجهات الوصية على قطاع السكن بالمغرب. مشاهدينا شكرا على المتابعة، موعدنا يتجدد في نفس التوقيت وعلى نفس القناة.